من أكتر الموضوعات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت كان موضوع تعديل النظام التعليمي الخاص بالثانوية العامة، واللي نتج عنه دمج بعض المواد وإلغاء البعض الآخر. ولأن الموضوع فيه تفاصيل كتير محتاجين كلنا نعرفها، هيكون معنا دلوقتي مداخلة هاتفية من نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين حضرتك تشرحي للناس كده بكل بساطه النظام الجديد للثانويه العامه. بصي يا حبيبتي، هو مش نظام جديد عشان برضو الساده المشاهدين كلهم يبقوا عارفين. هي الثانويه العامه زي ما هي بنفس المناهج بتاعتها، بنفس اسلوب امتحاناتها، بنفس النماذج الاسترشاديه بتاعتها، ما فيش اي تجديد. اللي حصل ان المناهج اللي كانت يعني بتشكل عبء على الاهالي وعلى اولياء الامور، وكانت بتستنزف منهم يعني وقت كبير في دروس خصوصيه وفي مصروفات، تم يعني تخفيفها عن الاهالي وعن اولياء الامور والطلاب بالطبع. بالنسبه اللي حصل، التعديل اللي حصل شمل المرحله الثانويه كلها من اولى لثالثه ثانوي. بقى في مواد مكرره في الصف الاول الثانوي بس، في الصف الثاني الثانوي بس، في الصف الثالث اللي هو البعبع الثانويه العامه. المواد اللي هي زي علم النفس، زي الفلسفة، الحاجات اللي زي كده، دي الطالب هيدرسها في أولى وثانية ثانوي، بحيث إنها ما تشكلش عبء عليه في ثالثة ثانوي ويبقى فيه كم مواد كتير. يعني لو احنا قارنا مثلا عدد المواد اللي موجود في المرحلة الثانوية عندنا مقارنة بالشهادات الأجنبية، هنلاقي احنا عندنا 32 مادة مقارنة ب 8 إلى 12 مادة في الشهادات الأجنبية. فطبعا ده بيعمل يعني عبء كبير قوي على الطالب طوال العام الدراسي. ففي مواد تم دمجها زي مثلا مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء، بقت حاجه اسمها علوم متكامله، ودي ايضا في المرحله بتاعت اولى وثانيه ثانوي. طب انا كطالب هتخصص من ثانيه ثانوي، هبقى عندي بقى تشعيب، عندي علمي وعلم علوم وعلم رياضه وعندي ادبي. لو انت طالب ادبي هتدرس مثلا مواد زي التاريخ زي الجغرافيا، لو انت علم علوم وعلم رياضه هتدرس المواد اللي هي الفيزياء والكيمياء والاحياء. مادة الرياضة اللي هي الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية تم دمجها بقت مادة واحدة، مادة رياضيات طبعا ده هيتبعه ان هيتم طبعا تخفيف جزء من المناهج، مش هتبقى بنفس الكم الرهيب اللي كان على ابنائنا في المرحلة الثانوية. وده طبعا هيكون اخف على الطلاب والاهالي كمان. بالظبط كده، ومش هيبقى فيه ضغط على الطالب طول السنه، طول السنه الطالب بيبقى مشدود، اهله طبعا بيبقوا يعني في نفس الضغط معاه، بيبقى فيه زياده في الدروس الخصوصيه، بيبقى فيه مواد هو ما بيستخدمهاش او ما يعني ما بتنفعهوش لما بيدخل الكليه وعايز يتخصص في حاجه معينه، فبيدرس كم مواد كبير، المواد دي ما بتفيدهوش بعد كده لما بيدخل الجامعه. مش معناها اللي احنا بنقلل المعارف عشان الناس برضو ما يختلطش عليها الامر، مش معناها اللي احنا بنقلل القيمه العلميه او الوزن النسبي للماده علشان برضو الناس تبقى مطمنه على اولادها. انت ابنك هيدرس بدايه من المرحله الثانويه من اولى لثالثه ثانوي كل المعارف اللي كان بيدرسها، بس بصوره يعني اخف من حيث يعني تخفيف عدد الفصول وعدد المناهج، ومن حيث انها ما يبقاش في ضغط على الطالب في الثانويه العامه. طيب في بقى مواد خرجت بره المجموع زي ايه؟ مثلا زي اللغه الاجنبيه الثانيه اللي هي الفرنساوي، اللي هي مثلا فرنساوي الماني حسب بقى كل طالب ما بيدرس. اوكي، اللغه الاجنبيه الثانيه دي ما هياش يعني مش معنى انها خرجت بره المجموع انها مش ماده نجاح ورسوب، لا هي ماده نجاح ورسوب، يعني الطالب لازم يذاكرها ولازم يهتم بيها، لكن انك تفرضها عليه في المجموع تبقى داخل المجموع ده كان بيتسبب في يعني ضغط نفسي كبير طبعا على الطالب بتاع الثانويه العامه. يهتم بلغه واحده، لو قلنا مثلا على سبيل المثال اللغه الانجليزيه بالزبط. يهتم بيها، يذاكرها كويس، يلم المفردات بتاعتها، ينجح فيها، واللغه الثانيه ما اهملهاش برضو لانها ماده نجاح ورسوب، لكن مش بالضغط انها تبقى عليه ما تدخلش المجموع داخل المجموع. وعايزه اقول لحضرتك واقول للساده المشاهدين ان في جميع دول العالم ما حدش بيدرس لغة تانية إلا مصر ويمكن فرنسا على وجه التحديد، لكن ما فيش كل دولة بتدرس لغتها الأم ومثلا لغة جنبها زي اللغة الإنجليزية اللي هي بتعتبر عندهم مثلا يعني لغة أولى بالزبط. وإحنا كذلك عندنا اللغة العربية، هي اللغة الأم، واللغة اللي هي اللغة الإنجليزية تبقى اللغة الأولى. في بقى يعني على يعني في بقى تفكير مستقبلي بالنسبة للثانوية العامة، وهو إنها تبقى بنظام المسارات. الكلام ده مش هيبقى قبل سنتين او ثلاثه، لان ده هيستلزمه يعني يعني حاجات تشريعيه وموافقات من مجلس النواب طبعا. و
مجلس الوزراء لازم يقدم مشروع قانون قوي بحيث ان الثانوية العامة تبقى مسارات يحددها الطالب زي شهادات الاي جي والامريكي، من هو في ثانوي او من اولى ثانوي بيحدد كم المواد اللي هو عايزها عشان يدخل بيها الجامعه، كليات معينه بالزبط. زي كليات الطبيه، كليات الهندسيه، كليات النظريه، فبيبتدي من اولى ثانوي هو محدد هو عايز يدخل ايه، فبدرس المواد او المسارات اللي هتاهلني اللي انا ادخل مجموعه الكليات اللي انا عايزها، او ممكن ادرس اكتر من مسار او احول من المسار خالص، يعني هيبقى عندي يعني اريحيه بحيث ان انا ادرس المواد اللي انا عايزها وادرس كمان المسارات اللي انا عايزها، وده هيبقى اكيد هيطبعه تغيير في تنسيق القبول بالجامعات. الكلام ده مش دلوقتي خالص، لسه شوية. بعد سنتين او ثلاثه، لكن الثانويه العامه ابنائنا اللي داخلين 2024 2025 هيطبق عليهم الثانويه العامه العاديه، ربنا معاهم يا رب. ان تخفف عليك شويه مواد، ودي لصالحك ولصالح الاهالي ولصالح الطلاب. الاستاذه نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير الاهرام ومسؤول ملف التعليم، بشكر حضرتك جدا على المداخله.